الخبر اللي عدنا عن يارا وصول قناته باليوتيوب لل 200 ألف مشترك، فإن شاء الله ألف مبروك، أقبال ل 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب أن تباركوا لها بالكومنتات على هذا الإنجاز. ننتقل للرجال أنس الشايب واستهزاء بمحمد جواني. فالرجال نزل على حسابه بالإنستغرام شوت ستوريات بهذه الستوريات، حط أغنية أنه هو المسيطر وقاعد يأشر بإصبعه أنه تعال، واللي هو أغلب يتوقع أنه يقصد محمد جواني أنه ينتظرك بتركيا. فشاركوا بحركة أنس الشايب، هل تدل على رجولته وقوة مالته؟ تونا يا حبايب رأيكم بالكومنتات. ننتقل حاليا نور ستارز وفضيحة النارين بيوتي. في نور ستار نشرت هذا الفيديو، شوفوه. وهذا يا حبايب نور ستار تكشف حقيقة نارين بيوتي، انه هي باقت الاغنية مال ارتاحنا، انه هاي الاغنية مبيوقة من شخص اجنبي. راح تفهمون اكثر بالدليل راح احط لكم اياه، شوفوه. يا ساتر. اوكي انا شفت لقطه والله الاغنيه وهي تقول برا بابا، بس ما كنت داري انهم فاشخين كل شيء من الاغنيه، يعني حرفيا حتى الاغنيه الاصليه اللي يغني يقول فيها برا بابا برا. الاغنيه حقت رابر اسمه ابوجي ودهودي، رابر معروف مره فنان اسمع له مره كثير. سو يا اخوان الاغنيه الاصليه اللي هم ماخذين منها اللحن وكل شيء هي نازله قبل سنتين، جاوا 125 مليون مشاهده. هذا بس اوديو، أباكم بس تركزوا في البداية بس. ارتاحنا بدي لو يوم ارتاحنا. ممكن تقول لا يا هنودي انت مسوي قافط، بس ايش هذا ما تعرف تكفط. اوكي اوكي خليك معايا. ارتاحنا حسري مفوت مليون سنة، بدي ارتاحنا. في الغالب المتابعين صاروا يتوقعون ان هي استقصدت تحط هذه الاغنيه بهذه الفتره، اما تقصد ان نارين بيوتي باقت الاغنيه من عنده لهذا الشخص الاجنبي، فاكتبونا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لبارش دادا ووصل قناته باليوتيوب للمليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك، اقبال ل 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايبي ان تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. وبالنسبه ليارا مارف وصل حسابها بالتيك توك ل 600 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك، اقبال ل 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايبي ان تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. وبنفس الوقت هي نزلت تيك توك على حسابها بالتيك توك، راح احط لكم اياه الحاب انه يشوف. لو كنت كتاب انا كنت هبقى كتاب عن الجمال، لو في سؤال عن الدلع انا جبت السؤال، لو كنت سكة هكون يمين انا عمري ما اكون شمال، معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال، لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي، اما قلبي عمري ما يلعب بيها. قبل ما نختم المقطع يا حبايب، مقطع بقناتي الثانية اللي ما شاف يروح يشوف، راح احط لكم على طول الوصف. وبس جاكم فيزياء وقاتلين القصص، مع السلامة.